بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. سباق النقطة الدولية بالقصيم، السباق النهائي مسافة 200 كيلو، تاريخ 23/3، وبالتوفيق للجميع. أطلق عبد الوهاب. اثنين حمر، اثنين حمر. اي دخلوا؟ لا لا، كلهم فوق، كلهم فوق. هذا اللي نزل ده. بسم الله، هذا الاول مسبق. ما شاء الله الاحمر، الاحمر مهندسين، الاحمر. ما شاء الله. ارجعوا، خلي الطير ينزل، خلي الطير ينزل يا شباب. ارجعوا ورا، ارجع ابوه. واحد فوق يا شباب.